يا استاذ الأستاذ سعد سعد دهواري هواري، المدير المصري الاحفي اللحيه بالنيابه، بيض. استلمنا اليوم 250 الف جرعه لقاح للطاعون والمسافات الصغيره. ستنطلق الحمله ان شاء الله يوم الاحد، يقوم بها اكثر من طبيب بيطري بين خاص وعام. فيما يخص الحمى القلاعيه بدينا نتحكم في الامور، رانا ملقحين اكثر من 105 الف راس غنم و5 الف راس ماعز واكثر من 14 الف راس بقر. العمليه رانا نحاصروا في بعض البؤر اللي مازال قاعده لنا في الولايه، ولكن العمليه بدات تاتي بالثمار تاعها.